السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى هذا الفيديو نتوما كتشاهدوه ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. المهم احبابي، اليوم جيت نشارك معكم الشهده، وغنشارك معكم واحد الطويجين ديال الحوت الفرخ. المهم هذاك الشيء اللي قسم الله غنشاركو معكم، وما تبخلوش عليا احبابي باللايك ودعموني وتبارطاجيو قناتي لاكبر عدد من الناس. ما كرهتكمش احبابي تبارطاجيو لي القناه ديالي مع احبابكم وصحابكم والناس اللي كتعرفوا، باش عائلتي ان شاء الله تكبر معاكم نتومايا، والقناه ديالي تكبر بكم نتوما احبابي. وكنتمنى قناتي تكون كتعجبكم، كنتمنى انا نكون كنعجبكم وما نكونش ثقيله على قلوبكم، كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم وقبلوا عليا. كنشكر الناس القدام وغنشكر حتى الناس الجداد اللي غنضموا للقناه ديالي الصغيره. بكم نتوما احبابي خديجه ما كايناش. المهم احبابي خليكم معايا حتى اخر فيديو، هذاك الشيء اللي قسم الله انا غنشاركو معاكم، خليكم معايا احبابي. المهم احبابي هذه هي الشهده اللي انا غنحضر معاكم ان شاء الله، واحد الطويجين ديال الحوت ديال الفرخ هو اللي غنحضر معاكم. المهم خليكم معايا احبابي في المقادير ديال الشهده. عندي بيضه واحده، عندي خماره كتوزن 8 غرام، عندي فانيا وحده، عندي كاس الحليب دافي، عندي شويه الخميره ديال الدار، قبيصه ديال الملحه، نص كاس ديال السنيده، نص كاس ديال الزيت النباتيه. بالنسبه للدقيق احبابي عندي نص كيلو ديال الدقيق الابيض، والشكلاط على حسب النوع اللي بغيتو. انا خديت غير داك الشكلاط المربع امغالا، كيجي زوين احبابي. المهم احبابي كما شفتوا معايا انا بديت معكم دابا الطريقه ديال التحضير. ضفت البيضه، ضفت نص كاس ديال السنيده، فانيا وحده، نضيف واحد كاس ديال الحليب دافي، الملحه، الخميره، ونخلط الكل مع بعض. بالنسبه للمقادير احبابي انا خلطت الكل مع بعض الا الخماره، غنخليها في الاخير غنضيفها. المهم احبابي كنطربوا الكل مع بعض مزيان، طريقه سهله احبابي غتنجح معكم الشهده 100%. كما كتشوفوا في الفيديو انا داك الشيء اللي كنحضروا في شهيوه رمضان كنشاركها معكم احبابي. دابا ضفت كاس ديال الزيت النباتيه، وغادي نزيد عليها واحد الخماره وحده كتوزن 8 غرام كما قلت لكم. صافي وكنطربوا احبابي الكل مع بعض مزيان مزيان باش هذيك الخميره ديالنا تنسجم لينا. كما شفتوا معايا احبابي ضفت الدقيق ديالي في الاول، نخلط واحد شويه ونبقى نطرب مزيان احبابي. صافي من بعد كنحيد الطراب اليدوي وكنبدا نخدم غير بيديا باش العجين ديالي نعجنو مزيان على شكل العجينه. المهم احبابي العجين ديالي ما يكونش خفيف وما يكونش ثقيل، يعني يكون في الوسط ويكون لين باش الشهده ديالنا تصدق لينا وكتجي زوينه. وكونوا متاكدين الا تبعتوا هاد المقادير وهاد الطريقه راه غتنجح معكم 100%. المهم احبابي كما شفتوا معايا العجين ديالي انا عجنته، دابا حطيته باش يرتاح ليا، درت ليه السلوفان، غنخليه احبابي يرتاح ليا مزيان باش تخمر ليا العجينه ديالي مزيان، وعاد من بعد غنشكلها كويرات. المهم هانتوما احبابي معايا في الفيديو. احبابي كما شفتوا معايا انا كنسرع لكم الفيديو باش ما نطولش عليكم بزاف. دابا العجين ديالي من بعد ما خمر ليا صافي غنحيدو من المول ديالي، وغناخد بشويه بشويه وغنبدا نشكل كويرات ونحط في الصحن ديالي حتى كنكمل الكويرات ديالي كاملين بهالطريقه، باش من بعد غادي نبدا نضيف عليهم الشوكولاط في الوسط. المهم احبابي خليكم معايا، وهانتوما كتشاهدوا معايا الفيديو وكتشاهدوا معايا الطريقه كيفاش كنحضرها معاكم. كنتمنى طريقتي تعجبكم وكنتمنى تنجح معاكم الا جربتوها. المهم احبابي كما شفتوا معايا انا شكلت دابا الكويرات ديالي كاملين، دابا غادي نبدا نضيف الشوكولات. كما شفتوا معايا كناخذ كويره وحده كنمعسها شويه من الوسط صافي، وكنضيف عليها واحد المربع ديال الشوكولات، وكنبدا نجمع في العجين ديالي بهالطريقه. طريقه سهله احبابي، يعني اي واحد واخا يكون معمرو ما جرب هاد الشهده غتنجح معاه الا تبع المقادير والطريقه ديال التحضير. المهم احبابي انا كنشارك معكم هذاك الشيء اللي كندير في الشهيوات ديالي في رمضان. كما قلت لكم كنشارك معكم وصفه او جوج وصفات،
قبلوا على اختكم، قبلوا على اشقاها، وكنتمنى وصفاتي تعجبكم وتجربوهم. كما شفتوا معايا احبابي، هذه هي الطريقه ديالي. كما غتشوفوا غنبقى مستمره على هذه الطريقه حتى كنكمل الكويرات ديالي كاملين صافي، وكنبدا نحط في المول ديالي. المول كما شفتوا احبابي انا دهنه بالزبده ورشيته بالدقيق الابيض صافي، وكنحط الكويرات ديالي كما كتشوفوا معايا. وهذه هي طريقتي احبابي في الشهده، كتجي غزاله الصراحه، راه ما تشبعوش منها. المهم احبابي كما شفتوا معايا، من بعد ما كملت الكويرات ديالي درت لهم الشوكولات، حطيتها ترتاح ليا مره ثانيه باش تنجح معايا. كما شفتوا معايا خمرات مزيان الشهده ديالي. دابا غدا نبدا ندهنها بالصفر، عفوا ماشي صفر، بيضه كامله، ضفت عليها بعض القطرات من الخل صافي، ودهنت بهم الشهده ديالي كامله. ومن بعد غدا ندير عليهم واحد شويه ديال السمسم او الجنجلان، كنبدا ندردر عليهم الجنجلان باش كنزوقهم، وحتى الجنجلان كيعطيهم منظر ومذاق الصراحه، كيجي زوين معاهم. وهذه هي طريقتي احبابي اللي انا كنحضر بها الشهده، كنتمنى تعجبكم وقبلوا على اختكم، راه كتشارك معكم داك الشيء اللي قسم الله في نهارها. كنتمنى قناتي تكون كتعجبكم احبابي. المهم احبابي كما شفتوا معايا، من بعد ما كملت الجنجلان ديالي غندخلها دابا ان شاء الله الفران طيب ليا، راه على حساب كل واحد والفران ديالو كيفاش كيطيب ليه. المهم من بعد ما غطيب ليا ان شاء الله انا غنشاركها معكم. كما شفتوا معايا احبابي انا خرجتها من الفران، شفتوا كيفاش جات منفوخه ومحمره، جات غزاله احبابي، ما تشبعوش منها، يعني هي راه كتشكر نفسها، ما نحتاج انا احبابي نشكرها معكم. المهم انا غير قبلوا عليا، انا كنشارك معكم داكشي اللي قسم الله. ودابا ان شاء الله غدا نبدا نحضر معكم واحد الطويجين ديال الحوت ساهل ماهل احبابي زوين، وديجا انا مشاركه معكم في القناه، ولكن مادام انا غدا نحضره في النهير ديالي وفي الفطور ديالي ضروري احبابي نشاركو معكم. كما شفتوا معايا احبابي انا هنايا خيد الخيزو ديالي من بعد ما نقيتو ونجرتو مزيان غسلته، دابا غدا نديرو يتشحر ليا في شويه الزيت وشويه الربيع، وغنديرو في البوطه يتشحر ليا احبابي مزيان، ومن بعد غدا نضيف عليه التوابل ديالي، ولكن حتى كيتشحر ليا في ديك الزويته. ايوا هادشي اللي كاين احبابي، غنضيف عليه واحد شويه ديال الثوم بودره، ولا ما عندكمش الثوم بودره ممكن تحكوا واحد جوج ريوس ديال الثومه صافي. هادشي اللي كاين احبابي. دابا غنشعل عليه البوطه ديالي نار مهيله احبابي، لان الزيت ما يبغيش تجهدي عليه البوطه باش يتشحر لينا مزيان. دابا غندوز معاكم ان شاء الله نشرمل الحوت ديالي. الحوت احبابي بالنسبه لي انا هنا دايره الفرخ، المهم نتوما اي نوع ديال الحوت عندكم ممكن ديروها الطريقه ديال الطويجين. المهم احبابي انا مادام انا كما قلت لكم انا غنحضروا فطوري ضروري ما نشاركوا مع احبابي وخوتي ما نحضروا معاهم. كما شفتوا معايا احبابي درت الربيع، شويه الملحه، شويه التحميره، شويه الكمون، المهم هادو هما التوابل اللي كندير في الحوت ديالي، شويه الخرقوم عرق، شويه الابزار، شويه سكينجبير، وشويه الثوم بودره. كما ولا ما كانتش الثوم بودره كنديروا نحكوا واحد جوج ريوس او ثلاثه، وضفت عليها واحد شويه العطريه ديال الحوت، واحد المعلقه صغيره صافي. كنضيفوا واحد المعلقه كبيره ديال الزيت نباتيه، ومعلقه كبيره ديال زيت الزيتون، لان زيت الزيتون كيوالم الحوت كيجي غزال. المهم هذه هي الشرموله ديالي احبابي، شرملتها مزيان كما كتشوفوا معايا، غنشرملها وغنحطها على جنب على ما الخيزو ديالي تشحر ليا في ديك الزويته، باش ملي كيتشحر احبابي في ديك الزويته كيجي بنين وكيجي غزال. المهم جربوه بهذه الطريقه، كنتمنى تعجبكم صافي احبابي. كما شفتوا معايا هالخيزو ديالي من بعد ما تشحر ليا في ديك الزويته، دابا غنبدا نضيف عليه في التوابل. هذوك التوابل اللي انا درت في الحوت هي اللي غنعاود نضيفها في الخيزو. الثومه بودره راه درتها، شويه الخرقوم، شويه التحميره، شويه الابزار، شويه العطريه ديال الحوت، الا عندكم ما عندكمش ماشي مشكل،
شويه السكينجبير صافي حبابي، وكنشحروا الكل مع بعض. كما شفتوا معايا كما قلت لكم العطريه اللي انا ضفتها في الحوت هي اللي كنعاود نضيفها في الخيزو كنشرملو بيه، كيجي غزال وبنين حبابي. دابا حبابي كما شفتوا معايا انا بديت كنحط في الحوت ديالي، بديت كنستف فيه. صافي هذه هي طريقتي حبابي في الطويجين ديالي ديال الحوت، كيجي غزال حبابي، راه ما تشبعوش منه. كونوا متاكدين الى حضرتوه بهذه الطريقه وانتم مالي الخير. تبارك الله المغربيه تحاد قالت عندهم ما يقولوا، انا غير كنبارطاجي معكم داكشي اللي كنحضروا حبابي. كما شفتوا معايا الفلفله عندي، درت فلفله حمراء وحده وفلفله خضراء، وهذاك شويه اللي قامه اللي شاطتي في الحوت خلطتها وسط الفلفله صافي، وحطيتها فوق الحوت ديالي حبابي. غنضيف واحد شويه الزيتون احمر، حتى هو راه كتعرفوا حبابي كيوالم الحوت الزيتون. صافي حبابي طويجين خفيف ظريف، نتمنى يعجبكم. ضفت واحد الكاس كبير ديال الماء من الجنب صافي، وكندير الطويجين ديالي على بوطه مهيله حبابي. صافي كيجينا غزال بهذه الطريقه كما شفتوا معايا. ها هو الطويجين ديالي كملته، غنسد عليه دابا باش يطيب ليا، وملي غيطيب احبابي غنرجع نشاركو معاكم. كنتمنى يعجبكم، وراه كيجي غزال احبابي، غير جربوه بهذه الطريقه وان شاء الله غيعجبكم احبابي. الطويجين ديالي ها هو طاب بالصحه والراحه، كنتمنى يعجبكم، كنتمنى هذاك الشيء اللي كنشاركو معاكم يعجبكم. نتوما مالي الخير ونتوما الدار الكبيره المغربيه حاد قالت عندهم ما يقولوا. تبارك الله انا باقا كنتعلم، ولكن انا كنشارك مع احبابي داكشي اللي قسم الله. وصلنا احبابي لنهايه الفيديو، كنتمنى فيديوهاتي تعجبكم، ونتمنى قناتي تبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم. كما شفتوا معايا احبابي هالشهده ديالي حتى هي شاركتها معكم في الاخر، من بعد ما حيدتها من المول وحطيتها في السطح في الصحن احبابي سمحوا لي رانا غلط. ايوا هادشي اللي كاين، خليتكم احبابي على خير. كنتمنى ما تبخلوش عليا باللايك، ما تبخلوش عليا بواحد التعليق زوين، واللي ما مشتركش في القناه يشترك في القناه ويضغط على الزر الاحمر باش يوصلو كل جديد. خليتكم في